يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، علمنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، السؤال إذا كان الشخص قد ولد في الإسلام فما المقدار الواجب في القول؟ بمعنى هل يجب على من ولد في الإسلام أن ينطق بالشهادتين؟ نعم يجب عليه، لو لم ينطق بالشهادتين وترك النطق بالشهادتين كل حياته ما يكون مسلما. لابد من النطق، لابد من ذكر الله عز وجل في الصلاة، لابد انه في التشهد ياتي بالتشهد الجلوس الاول وفي الجلوس الثاني. نعم.